خبرة كتير قوي ما بين صاحب العمل والموظف. في ناس عندها فكر، في ناس عندها فكر، في ناس تتجاوب، في ناس لأ، في ناس ترفض، في ناس تقبل. الموضوع مش عارفين ايه اللي بيحصل، احنا لا مع ولا ضد، احنا بنسمع بعض فقط لا غير. استاذه ساميه الجمل منورانا النهارده. استاذه ساميه صاحبه مصنع وعندها عمل خاص وكده اسد كده، واثق من الفوز، واثق من الفوز. استاذه ساميه واثقه من الفوز. استاذ فتحي سليمان زميلي العزيز والكاتب الصحفي منورنا النهارده. اهلا اهلا يا استاذ، ومنور الدنيا كلها. هبدا بحضرتك. اتفضلي. خلاص، لان هي استاذه ساميه هي صاحبه العمل، ف احنا عارفين هي هتقول ايه. معروفه. معروفه، هاشتاج معروف. خلاص، لكن حضرتك النهارده كاتب صحفي، ليك ارائك وعندك رؤيتك الخاصه بيك، وتحب انه رؤسائك في العمل تتعامل معاك على هذا الوضع، ولا حضرتك تقبل النقد او النصيحه، او ان حضرتك لان حضرتك شغال في مؤسسه معينه فلازم تمشي على الضرب او لازم تمشي على الخطه بتاعتها؟ مبدئيا كده اي حد في الدنيا عاقل يقبل النصيحه، لكن النصيحه اللي بتؤدي لنجاح عمل. طول الوقت صاحب المؤسسه او صاحب العمل هو ليس صاحب الرؤيه الاكمل لانجاح مؤسسته او لانجاح العمل، والا هيبقى هو مؤله ولا ينطق عن الهوى، وهيبقى هو رؤيته يبقى فيشتغل لوحده مع نفسه. لكن اي انسان شاطر وناجح صاحب عمل معاه مرؤوسين لازم يسمع لهم، لازم يعتمد عليهم، لازم هم يدوا له من خبراتهم، لان هو اعتمد عليهم بالاساس. فبالتالي المثل بيقول ادي العيش لخبازه لو كله كله لو كان فاهم، فبالتالي الخباز هو اللي فاهم. برافو عليك. مين الخباز بقى هنا؟ صاحب المكان يخبز. هو الخباز. انا هو اللي بخبز. صاحب الفرن. حضرتك ازاي بتقول انا بخبز وادي العيش لخبازه؟ ومنين مش هتقوم يعني عايزنا اقوم بمهمه انا مش شايفاها صح؟ انت حضرتك فهمت يعني؟ حضرتك شايف الطريقه المثاليه للتعامل ما بين الموظف ومدير العمل هو ان انا اسيب المدير يتخذ القرارات اللازمه وانا امشي على ضربه. المدير صحيح؟ اللي هو مين؟ اللي هو صاحب العمل تقصدي، ولا المدير اللي بيدير المنظومه؟ تفرق. لو تقصدي صاحب المؤسسه او العمل، لا، اللي بيدير المنظومه. اللي بيدير المنظومه ده هي مجموعه افراد في قطاعات مختلفه، كل مدير او كل مسؤول هو ليه رؤيه في القطاع ده او في القسم ده بينجحها بناء على خبرته. والا ما صاحب المؤسسه في المكان ده، والا صاحب المؤسسه في الاخر هو مش ليه وجهه نظر تحترم على فكره. طب يعني لو انا النهارده فلان الفلاني مش شاطر في حتته، طب انا هحطه ليه علشان يدير المنظومه دي كلها والمجموعه دي كلها؟ انا بتكلم على اني صاحبه كيان. ايوه، ما هو مش معنى حضرتك معاكي الفلوس، لا مش ده يعني معناه ان حضرتك اداريه مثلا شاطره. لا هقول لحضرتك حاجه، انا عملت الكيان ده ازاي، وصلت له بعد قد ايه، بعد تعب وبعد يعني مجهود كبير وبعد اخطاء كتير وقعت فيها. ايوه، بس ما وصلتيهوش لوحدك، اكيد في ناس ساعدتك. لا، وكانت في ناس. لا انا عن نفسي لوحدي في الاول كنت لوحدي. طب ما ممكن الفلوس دي تكون موروثه مثلا؟ لا خالص ضيعيها بإدارة غلط. لا خالص، احنا بدأنا بمبلغ لا يذكر، يعني انا بدأت بمبلغ لا يذكر وبعد كده بقت منظومه كبيره دلوقتي. حضرتك عندك مصنع ايه؟ منظفات. ما شاء الله، ما شاء الله على السوشيال ميديا حاجه كبيره، ما شاء الله. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا كل الكيان اللي شغال معايا باخد رايه في كل حاجه، بس الراي الاول والاخير لمين؟ ليكي حضرتك. انت خدتي راي ده وراي ده وراي فيهم صح ومعاكس مخالف لرايك؟ لا طبعا، لو في حد رايه انا شايفاه ان هو صح، لا طبعا هوافق. طب ده من وجهه نظر حضرتك الشخصيه. طيب ايوه طبعا وجهه نظري. ايوه، ما ممكن يكون الطرف الاخر على فكره هو اللي صح، هديك اللي غلط. لا هنفذ قراري انا. أنا في الأول والآخر هنفذ قراري اللي أنا شايفاه صح. لا حضرتك القرار ده أنا شايفاه صح، مش أنت اللي شايفه صح، أنا اللي شايفه صح. بص حضرتك دلوقتي رئيس التحرير جه شال زميلك من مكانه، تمام؟ حضرتك ليك السلطة إن أنت تناقشه وتقول له لا. طب ليا السلطة؟ لا استنى، لو زميلي شاطر وشايف شغله. طب ما أنا عايز أشيله. إيه؟ أنا عايز أشيله. خلاص اشتغل مع نفسك. طب خلاص، يبقى أنت هتسيب مكانك. هتقفل. يبقى هو كده هيسيب مكانك. هتقفل يا سيدتي. لا مفيش كده حضرتك، مفيش حاجة اسمها هتقفل. ازاي هتقفل؟ طب بصي، صاحب المؤسسة ده عنده رؤية. لكي نصل إلى وجهة نظر مظبوطة وسليمة هطرحها على حضرتك وأنت قولي. اتفضل. أنا بالنسبة لي شايف إن مثلا إدارة أي مؤسسة
لكي تنجح هي مجموعه خبرات وافكار طبعا طبعا هو حد قال غير كده؟ ما هو ما حدش قال غير كده. فكره فكر اخر، راي وراي اخر، مناقشه ومناقشه طبعا. بالتالي انا عشان اوصل لصيغه كامله لانجاح المؤسسه، زمان كان في مثل بيتقال هو مثل فاسد وفاشل وياما ضيع مؤسسات تربط الحمار مطرح ما يقول. ما حضرتك مش انت الفرد اللي في المؤسسه، انت بتتكلم على مؤسسه بحالها انت كده بتتكلم كفرد. لا احنا كمؤسسة. لا انت ازاي بتتكلم عملي كمؤسسه كده؟ بقول مجموعه خبرات ازاي بتتكلم كمؤسسه علشان تنجح المؤسسه الزراعيه وهي كده؟ ايوه عندي في المنظومه لو حضرتك غلطت طبعا اتجازة. اللي يتحمل الخساره لا مش انت صاحب المال. انا مربوطش مش انت مش صاحب الملبس. مين اللي يربط؟ هقول ليه، هقول ليه مش صاحب المال. لا لا استنى، المصنع لو قفل ما هيت ما لا لا بعد اذن حضرتك، مش انت اللي عامل المصنع، مش انت اللي عامله، انت فرد في مجموعه. يا استاذ ايوه بس طالما هو فرد في مجموعه ففي لسه في هي لسه في مجموعه بتفهم برضه. برافو عليك. فما ينفعش انا كفرد هاخد القرار. احنا مجموعه لوحدي. احنا كمجموعه شايفين ان الجزء ده صح، والفرد ده مثلا شايف ان الجزء ده مش تمام. انا يعني مجبره ليه ان انا نفذ؟ ايوه بس هي بتتكلمي من وجهه صاحبه راس المال طبعا. هو بيتكلم بالخبره، هو لا خبرته. ما انا خبره حضرتك. انا يا خبره بص انا خبره. انا بص انا بتكلم عليا كشخص. ربما ربما هي خبره. هقول لك انا ربما الخبره دي بس ايوه هي عندها خبره. انا بتكلم على 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 تجربتي انا، مش تجربه حد. تجربتي انا ممكن. انا اللي في الاول بنيت، وانا اللي كبرت صحيح. وانا اللي كان عندي رؤيه، وانا اللي كنت بسوق، وانا اللي كنت يعني كل حاجه كل حاجه كل كنت بقوم بكل المهام. يعني اعوذ بالله من كلمه انا كنت بقوم بكل المهام دي، فانا عندي رؤيه واضحه بكل ده. وصاحب المؤسسه عمره ما بيقيم مؤسسه كبيره كده في الاول بمجموعه. اللي بيبدا يا اما بقى يبقى بادئ على راس مال زي ما حضرتك قلت في الاول بقى، اما يحوش او على راي يعني بادئ بفلوس ايوه. يعني حضرتك النهارده لما يكون في حد بيشتغل مع حضرتك في المصنع وحضرتك صاحبه راس المال وانتوا الاثنين اختلفتوا، مثلا هنقول مدير المصنع او رئيس المصنع خلاص، وقال لحضرتك انا هو ده قراري وهي دي وجهه نظري وهي دي رؤيتي وانت هتغرقي المصنع، هتعملي ايه؟ لا لا طبعا هقعد ادرس الاول قبل ما اخد اي قرار. هدرس الاول اللي هو قاله لي. لو انا شايفه ان قراره يتعارض مع قراري أيوة. اللي انا شايفاه صح لا مش هوافق طبعا. ولو قال لك عايز استقيل او امشي يجي غيره، يجي غيره طبعا، يجي غيره طبعا. براحتها بقى تقفل بقى هي تكسر تفلس ماليش دعوه يا فندم. انا صاحبه المال هكون قال لي عليه اكتر من حضرتك 100 مره. هو كل صاحب راس مال بيفهم؟ ما هو ما كانش واصل. هو كل صاحب راس مال لو صاحب المال ده ما بيفهمش كان خسر كتير وما كانش وصل لمكانه كبير. كلامنا على فكره بالمناسبه احنا كلنا بنشتغل لانجاح اي مؤسسه طبعا. هنا البرنامج ده ناجح ليه؟ هل عشان استاذه رضوى بتقدمه بس؟ لا طبعا. ولا علشان في عندها قسم اعداد شاطر، اخراج شاطر، مصورين طبعا شاطرين طبعا اكيد، سوشيال شاطر طبعا، ده اداره قويه احنا ما بنساعدنا دايما اكيد. اذا هنا وفي توافق وتفاهم بس اختلفنا. اللي شذ بقى عن وفي نقاش طبعا. يعني انا النهارده مثلا بيبقى مثلا الاداره ليها وجهه نظر في حاجه فبيجيبونا يا جماعه الدنيا 1 2 3 4. ده اللي انا قلته. اذا اللي حضرتك بقى شفتي هتكلم بقى. استنى بقى. لا استنى كل يعني في ديمقراطيه. المهم لا استنى أيوة بقى بعد اذنك. ايوه في ديمقراطيه يعني طيب انت شايفه حضرتك ان اللي اتعرض عليكي واللي انت هتقوليه او شايفاه مش هيبقى ناجح ليكي؟ حضرتك بتطلعي ببرنامج فاحنا هنتكلم في الحته اللي هتظهري وتنورني. لا ما معلش يا جماعه انا مش هينفع تحطوا المثل عليا لان ده هيبقى ما سكتي ازاي؟ شفتي شهاده مجروحه؟ شهاده مجروحه. احط المثل عندنا لو سمحتوا. انا هاخد المثل عندنا. ليه اللي بتعملوا فيه كده؟ مش هنور الحته دي، مش هتخليني منوره وانا ست ناجحه وانا ست مسؤوله وست فاهمه، فالحته دي مش هتطلعني كويسه. علشان اللي بيسمعنا يستفيد، اللي بيسمعنا يستفيد برضو. انا هقول تجربه شخصيه حصلت معايا. كنت في مدير التحرير في احد الاماكن الصحفيه تمام، والمكان ده اللي بيديره مش صاحبه اللي هو محطوط على راس المؤسسه بعايز يدورها بالزعيق والشخط والنتر. لا ما لا حضرتك بقى وديتنا في حته تانية. لا مش حته تانية على فكره، هو نفس السياق. نفس احنا السياق. ولا داخلين في زعيق نفس ولا في احنا بنتكلم عايز في حته خلاص. ان عايز يفرض رأيه. عايز يفرض رايه الصح باي طريقه من الطرق يمشي كده. اعتقد ده السياق. لا مش لا ده السياق. لا لا حضرتك مش ده السياق لا خالص. انت السياق انا معاك زي الفل وماشيه يا باشا. انت حد قوي وحد ممتاز وانا بسمع كلامك وباخد رايك، بس جه في وقت من الاوقات انا حسيت كصاحبه مؤسسه لا احنا القرار ده انا حاسه ان هو مش صح، خلينا نركنه على جنب شويه ونشوف القرار اللي انا هاخده. انت كده دخلتني في حته تانية. ما انت اللي حضرتك بتقوله ده انا كده فاشله.
اللي انت بتقوله ده صاحب مصنع بيزعق وصاحب شركه بيعمله. لا لا انت في ناس وديتني في ناس. طب انا اكمل لك بس هقول لك على حاجه بالمناسبه هتوصلي بيها. انا شايفه ان الشده في يعني مثلا الموظفين الكبار ماشي اهم معاكي من زمان وعرفوا طباعك وعرفوا برافو عليك وعرفوا انت ماشيه ازاي. لكن اللي طالع اخطاء كتير لو ما كنتيش انت حازمه وقويه هسيب وهسيب أيوه. طبعا اي حد في الدنيا صاحب مال او صاحب مؤسسه او صاحب عمل هو لابد يتمتع بمجموعه من الخبرات الشده والحزم المرونه والمهنه الحاجات اللي هي او الذكاء طبعا الزكاة. لازم يبقى في كل الاحوال بيختلف من التعامل من شخص لشخص بيختلف. طب انا هقول لك على حاجه قصدي ردوها وهكذا علشان نوصل تريم انت موديني في حته مش اللي انا قصدها. انت طب انا عايز اوصل انا عايز اقول لحضرتك ان اللي معايا كلهم شغالين معايا اخواتي ويوم ما باب مثلا احنا عاملين جروب واتس واي مشكله اي بصي دخلت اهزر معاهم بصي ما قادره دخلت ازعق العلاقات الانسانيه بتنجح ازعق لا استنى حضرتك دخلت ازعق دخلت اشخط دخلت اقول كده ما ينفعش. طب نسمع كده مش عارف يكمل ايه. لا يكمل بس وجهه نظرك ما هي كده لو بالزعيق انت خلي بالك واخده باور من استاذه رضوى مش واخده باور مش هي بس وهتبدا الازعاق مصممين بقى يا جماعه تحطوني في اي انا مش دعوه انا صعيدي انا مالي وانا بتكلم في تحياتنا لاخواتنا وحبايبنا في الصعيد رجال وسيدات احنا معانا الصعيد ومعانا المنيا ومعانا بورسعيد ومعانا الشرقيه ستات مصر كلها معايا ستات مصر كلها مش جايين نتخانق. انا الفقره اصلا جايه علشان انجاح العمل علاقه الموظف بمرؤوسه. لا بس انت خلينا انا اوصل فكره نظري. لا خليه طب يقول ايه بقى هو مثلا لو صاحب المؤسسه او صاحب العمل شايف بتختلف طبعا من صاحب العمل اذا كان هو شغال ايده في المهنه وخبره اصلا يعني لو عندنا في التحرير في الصحافه رئيس التحرير ده صحفي شاطر تمام. فبالتالي هو فاهم هيتعامل مع الناس ازاي تمام. لكن لو هو رئيس المجلس الاداره ما اشتغلش في مهنة الصحافة أصلاً قبل كده فبالتالي هيبقى جاي خلفيته من يدير بخلفيته اللي جاي منها فهيبقى تعامله مع الصحفيين مختلف عن اللي إيده في المهنة دي على فكرة منطلق أو سياق ادي العيش لخباز. يعني أنا عندي سؤال يعني حضرتك النهاردة بتقصد أنه لو مدير حضرتك أو رئيس حضرتك ليه علاقة بالمهنة وليه خبرة سابقة فحضرتك النهارده بيطبق عليه ادي العيش لخبازه حضرتك النهارده هيقول لك حاجه هتسمعه لان هو عنده خبره اسمعه لو صح برضه حط تحت لو صح دي 100 شرط يبقى كل صح من وجهه نظر مين يبقى كل الناس هتسيب شغلها ومحدش هيشتغل اصلا صح من وجهه نظر مين ما احنا برضه في حاله اقتصاديه برضه طحينا برضه اللي مش عاجبه شغله النهارده صح ازاي ممكن الموظف يتحول لكائن عنده لا مبالاه ومهمل في شغله وينفذ وخلاص هيتجاز. بالمناسبه عايز اقول لك على حاجه ولا هيتجاز ولا تحضرك منه ممكن واحد ترس اصل المؤسسه دي مجموعه تروس لو ترس منها ما اشتغلش هيوقف بنسبه العمل. انا علشان المؤسسه ما تغرقش صاحب المؤسسه ولازم انت تاخدي بالك من الفكره دي وتنجحيها في مؤسستك لو انت عايزه تكبري اكتر لا ما انا الحمد لله كبيره يا باشا فوق راسنا هتكبري طب انا دلوقتي على فكره عايزه اقول انت ممكن في يوم من الايام تيجي تقولي انصحني استنى بس انا مش فرد مش عايزه تشتري انا مش فرد انت ما تقولش في يوم من الايام تنجحي احنا يا استاذه رضوى انا اتمنى لك احنا مش بقول لك انا احنا عاملين في كل محافظه اكتر من 20 سيده ربنا يزيدك وتحت ال 20 سيده دول سيدات شغالين تحت ايديهم يا ناس كانت من السمع والبصر قفلت شغالين من بيوتهم يا ناس بتحول عليه على الهوا زرعيه وسيد فتحي هي فاتحه صدرها في الحجام عشان معاها مال ولا عشان والله العظيم ما مال ده معايا ربنا أيوة هي انا وكل الستات اللي معايا استنى بص بتقول الستات ايه ايه المشكله يعني لما تعمل الستات يعني كم واحد كم راجل عندك انا مش معارضه في المصنع عندك. احنا كلنا ستات لا ما حصلش لا قسما بالله كلنا ستات كل المصنع ستات كلنا ستات ايه العنصريه ايه رايك عنصريه ايه بيقفوا جنب بعض جامده قوي بيقفوا جنب بعض فين العنصريه مع الستات مش لاقيين احنا معانا لا استاذ فتحي طلعنا بقى دخلنا في حته ثانيه ليه استاذ رضوى احنا معانا المهندسين ومعانا مهندسات قصدك مهندسات سوري ومعانا الدكاتره يعني سيدات ومعانا الارمله ومعانا الجدة كده مش هتقفله ومعانا لا
كده ان شاء الله هيكبروا. احنا منظومه سيدات كلنا احنا اللي دايرينها. بصي انا ما اختلفتش والله. يعني عارفه يا استاذ رضوى لما بنطلع منتج جديد يا بنات انا في منتج جديد هطلعه. مش هتعرف تغلبنا. مش احنا انا مش هجي اغلب والله مش جاي. بالعكس تماما على فكره عايز اقول لك هي النهارده استاذه ساميه عندها مصنع بتشغل فيه سيدات ست ناجحه لكن هي عندها مبدا او عندها فكر. هي كنت بتقولي من شويه اسمه ايه اللي هو نسيت الايه المثل ولا عايزه تقولي المثل كانت قايله مثل من شويه ده انا اللي قلت هي بقى بتقول لك انا خبازه. استني بقى لحظه انت وهي بعد اذنكم استنوا نناقش نتكلم بهدوء بهدوء. هو انت عارفه اللي جاي عندي كده لازم يتكلم بهدوء. ليه متعصبين؟ هو ليه جاي عندي كده؟ انا والله ما متعصب. نفرفش هو ونروق. هو مش مقتنع ان الستات ما شاء الله. يعني انا بقول لك لما بيكون في اسم جديد لمنتج انا بحب الستات على فكره. بس ايه حضرتك بنشارك اسمعي اسمعي بس اسمعي اسمعي ما تتخانقيش ارجوكي. استاذ احمد قاعد بره في الهواء مستنينا على عيني على عيني. اذا ايه ده هو اللي وصلني للي انا فيه ده استاذ احمد. انت من غيرنا ايوه. بصي بقى طبعا اسمعي دي وسجلي سجلي بقى دي دعمني سجلي دي دعمني وتحيه ليه اهو الهوا اهو سجلي دي. هو احنا بنقول ان الرجاله وحشه. احنا بنقول دايما ايه اختاروا صح اختاروا الراجل السند الظهر واختار الصح. الحمد لله. حضرتك يا استاذ فتحي لا لا يا استاذ فتحي اوعى تروح المنطقه دي ابدا. لا يا استاذ فتحي ما كانتش العشم هتجي متحفز ومرضى. ها عندي في مقدمه الحلقه بتقول ايه رساله امانه. ده انت بتقولي وحشتيني ما بتقوليش وحشتونا. يعني انت نفسك بتقولي لا معلش حضرتك معلش معلش مدام ساميه معلش حاجة جايبه برنامج اسمه ايه؟ هي وبس. وانا اسمي هي وهو بس وانا اسمي ايه؟ الكاست اللي مع حضرتك انا اسمي انا اسمي رضوى هاني. ربنا يخليك ويسعد حضرتك. وده برنامج اسمه ايه؟ هي وبس. ها هي وبس. يعني امشي؟ انا لا السلام عليكم. لا معلش حطي هو حطي هو المره الجايه. انا هي بتطردني يعني انا لا ده حضرتك على راسي من فوق. ده حضرتك نورت الدنيا. انا مالي وماله؟ ايه انا مالي وماله؟ طب جايباني ليه؟ لا ده انت منورنا. لا مش تتكلم كده وكده. انا مالي وماله؟ يعني هو بتكملي بيدي الكوره؟ انا لا ده حضرتك على راسي يا بيه والله العظيم. اقتنع انت وهي ان هو الاساس. مين اللي هو الاساس؟ هو الاساس. معايا تليفون معايا تليفون. انتوا معانا تليفونات معانا تليفونات واحنا لازم ناخد التليفونات دلوقتي لان استاذ فتحي ده جاي النهارده عنده فكره مش حلوه. لا لا هو مش جاي يتكلم في موضوع الحلقه يا استاذ فتحي. جاي ياخد بطار الرجاله وانا ابتديت افهمه. لا لا خالص لان كل ما نتكلم في موضوع العلاقه الحقيقيه الصحيحه علشان نعرف نتعامل مع مديرينا ونتعامل مع زوجاتنا ياخدنا عند الرجاله والستات. ياخدنا يا استاذ فتحي عند الرجاله والستات ليه؟ حضرتك بتقولي ما عنديش ولا راجل في المصنع. ده هي اللي بتقول الله الله اكذب عليك. اكتب كده تكذبيها على الفيس تكذب على الهواء كل الستات اقبل ده عفا اقبل ده يعني حضرتك عايزه تبقى كاذبه يا استاذه. لا والله يا لا والله يا استاذه ليه ما بتستعنش بالرجاله؟ هي حره عايزه تبقى صادقه ولكن دي العنصريه دي العنصريه العنصريه ان حضرتك تنتقدها. احنا احرار حضرتك هي انا كصاحبه منزل انت هتفرض عليا وحتى لو حضرتك مش صاحبه ما هي حره. دي العنصريه هي حره ان انا انتقد حضرتك في ارائك في ارائك وانتقد حضرتك في اللي حضرتك بتصدق فيه. دي مش اراء. لا ده اراء يعني دي اراءها ده فكرها. انا حره ده طريقتها. حضرتك النهارده جاي تشجع الرجاله نقول لك ايه؟ طب خلاص نقول لك هرد عليك ولك كل الاحترام هرد عليك ولك كل التقدير هرد عليك. انا اختلف مع حضرتك. الاختلاف في الراي لا يفسد لا يفسد. اها طيب اذا 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 والله العنصريه لا يفسد. بالله عليك بالله عليك اسمعوني. طب والنبي كويس اسمعوني اتفضل اسمعوني والنبي عشان هنغني دلوقتي. انت عايز طب انت عايزها تغير اسم برنامجها اللي هي لا انا جاي اقنعك. انت عايزني اقتنع واسيب الستات اللي معايا واسيب الرجاله عشان تبقى مبسوط. مسرحيه جباره اسمها هي وهو
لاعمامنا في مش مسرحيه بقى قدير قدير فؤاد مهندس هي وهو كانت ناجحه جدا هي وبس ناجحه برضو على فكره الله جدا ما شاء الله عليها ربنا يكرمك ويسعدك اه كلمه حلوه هيغير رايك اهو وعمال يقول لك صوري معانا عشان البلد كلها بتحبك ده انا لازم اقول لجمهورنا اسالي بالله عليكم علشان ايه نطلع بفكره يعني متميزه من الفقره دي في وجهه نظري وفي ظني وفي تقديري ان صاحب العمل تمام انا ليه قلت يعني بعيد عن طبعا المناظره او الاختلاف او غيره ليه قلت او خدت فكره انك انت عنصريه في مصنعك معلش لا والله هي بس سيبيه سيبيه هو ليه حاطيني عنصريه بس احنا هنسمع هنسمع انا عايز اهدى الله انا عايز اهدى في مجالات عمل بتتطلب بالمناسبه ان الاعتماد يكون على الست كامل والله بنعمل كل حاجه وفي مجالات وفي مجالات عمل بتعتمد على الرجاله بشكل اللي هي مجالات اللي هي العضليه صعبه اللي هي بتاعت لا 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 اسيبيكي بالعضليه دي بقى طب اقول لك ايه يا باشا حركه انت دي حلقه خالص لا مجال عمل مجال عمل انت تقدري تطلعي عربيه رمله فوق السطح ما طلعهاش قسما بالله العلي العظيم والله تروح الجيم واشيل اوزان على فكره كل يوم دلوقتي واشيل 20 30 كيلو يا باشا اللي بيمرروني شاهدين بنشيل اطنان كراتين بتتفرج عليها في اليوم السابع كراتين فاضيه فاضيه قسما بالله قسما بالله كراتين بتبقى شايله طن وبتيجي في وقت متاخر ما بيبقاش فيه عامل على راسي والله 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 ما بكدب عليك وما ببالغ انت عارف النجاح اللي احنا فيه ده منين من الاصرار زي زيك هقولك انت عندك عضلات والله انا ما ضد انت عندك عضلات ربنا يديني ايه واشيله وعلى فكره يا استاذه رضوى البنات اللي بيوصل لهم الشغل بيشيلوا لوحدهم برده بيشيلوا مش محتاجين بيطلعوا بيه الدور الخامس في بيوتهم الست العامله انت رجع عامل ايه هرجعك خلاص الوقت خلص هرجعك للحلقه بس شلتنا من حوار دخلتنا في حوار المحترفه اللي بتدير عملها بشكل ناجح وبشكل كويس دي تقدر وتشرف في الراس لكن لكن اه طبعا وانا ايه يا فندم كلنا جايين من جايين منها كلنا طب ما هو ده اللي لكن 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 انجح اي عمل علشان اطرح بفكرتي اللي انا عايز اقولها اي راجل مش فاهم شغله او صاحب مؤسسه مش فاهم شغله يسيب اللي فاهم يتصرف ويسيب اللي عارف يعرف طب حضرتك فاهم في دي تقول ايه طب ما انا فاهمه ما انا بتكلم عليك ايوه لو مش فاهمه بقى هنعمل ايه استاذه ساميه الجمل قدامي النهارده استاذ فتحي سليمان بوظ لي الحلقه بس دورت لها برده خرج من الطريقه اللي المفروض نتعامل بيها مع الموظفين والمديرين وراح ليا وبس والست والراجل ولا باظ انا ما اعرفش انا كنت بتكلم على كنت فين ورحت فين استاذ فتحي والله بس دورت لها والله دورت من قلبك ولا بكلامك لا طبعا من قلبي ولك كل التقدير وكل الاحترام وهو كان بيقول لي ان هو من الصعيد واهلنا في الصعيد ولكم مني كل التقدير وكل الاحترام تحيه للبنات بقى اللي معايا عشان هم مستنيين وتحيه لكل البنات والستات اللي شايلين الدنيا مع استاذه ساميه وب100 ست وب100 راجل لا ب100 ست ب100 ست ب100 ست شهاداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات للاسف الشديد الفقره باظت وخلصت ما عادش طلعها من الفرن وحلقتنا كمان خلصت اشوفكم ان شاء الله بكره نعمر على الف خير الساعه 6 حلقه جديده من هي وبس.